نبتدي بأول سؤال. أنا أستخدم الخلطة الثلاثية على كل وجهي، ولاحظت أن تحت عيني قام ينشف وايد، شنو تنصحين أحط كريم عين؟ طبعا أول شيء أنصحك أن تقللين من كمية الخلطة الثلاثية، ساعات ما تكون مقربة عن حوالين العين، ولكن لأن خلطة قوية على البشرة ممكن تتقشر عندك منطقة حوالين العين حوالين الفم، لذلك قللي من كمية الكريمات اللي تحطينها بالخلطة الثلاثية، حاولي تخلينها يوم بعد يوم وتدريجيا تزيدينها لين ما تتعود بشرتك. طبعا حوالين العين يفضل قبل لا تحطين الخلطة الثلاثية تحطين أي مرطبات مخصصة لترطيب منطقة حوالين العين، وإذا الحين حاليا في قشرة ما أنصحك إلا تحطين كريم البيبانثين الأزرق. تمام، حطي كريم البيبانثين الأزرق حوالين العين، إذا كان في تحسس ممكن تخلطينه شوي مع الألفاكورت، بس الألفاكورت عقب 10 أيام لازم يوقف، البيبانثين ممكن تستمرين عليه كترطيب منطقة حوالين العين عشان يسوي فاصل عن الخلطة الثلاثية وما تلامسه. سؤال البنت هني، دكتورة أنا أستخدم الأدابالين صار لي 15 أعتقد قصده 15 يوم، بعدين اكتشفت أنه غلط المرضع، ينفع وقفه واستخدم سكين أورين؟ نعم، توقفينه على طول؟ متى ما اكتشفتي ان انت طبعا انه هو مو زين حق الحامل والمرضع؟ طبعا الادابالين حق اللي ما يعرفون هذا الاسم العلمي للدفرن، طبعا وهالاشياء ما حد راح يقول لكم عنها الا اذا كان طبيب. فالادابالين هو الاسم العلمي او التركيبه العلميه اللي تستخدم لانتاج هذا الكريم الدفرن، لان هذا الاسم الشركه المصنعه، ولكن انا دائما اقول لكم الدفرن دائما دوروا على الاسم العلمي اللي هو الادابالين. فنعم توقفينه وتروحين يا أم حق سكين أورين أو أحماض فاكهة، تقدرين عندك إحدى هالخيارين اللي هو أحماض الفاكهة أو السكين أورين. طبعا أحماض الفاكهة تندرج تحت اسم ألفا هيدروكسي أسيد AHA. سؤال البنت هذا جدا جميل وكثير منكم يمر فيه. شوفي، في كثير من الأمور، أول شيء أنت لسنتين قاعد تسوينه وهرموناتك مضبوطة، دام إحنا ما عندنا مشكلة هرمونات الحين وخرنا عن المشكلة اللي تكون عضوية فيك، معناته المشكلة إما أن نوع الجهاز ما ناسبك أو الأخصائية مو عارفة تحط لك الباور الصح، ما قاعد تحرق لك بصيلات الشعر، لأن الليزر ترى إزالة الشعر يعتمد على حرق البصيلات لين تموت تبتدي تطلع الشعر وبري خفيف كلش، بعدها ما تبتدي تطلع الشعر، وبين فترة والثانية البنت خلاص تحتاج مينتننس إحنا نسميه، يعني مثلاً مسوية جسمها بالكامل ما قام يطلع، بس بعد سنة سنتين يبتدي يطلع خفيف، تسوي المينتنس كل شهر شهرين تروح تسوي جلسة، لكن انت وضع عندك مو طبيعي، فإما تغيرين نوع الجهاز أو تغيرين الأخصائية اللي قاعد تسوي لك، لأن المشكلة مو بهرموناتك، المشكلة باللي قاعد يسوي لك أو أن الجهاز ما ناسبك. بس شوف السؤال هني، ما هو الحل للصلع الوراثي غير الزراعة؟ شوفوا بكل مصداقية طبعا الزراعة هي أحد الحلول القوية طبعا، ولكن الصلع الوراثي ما ينفع مع الجلسات العادية بلازما وميزو، خلينا نكون واقعيين، إلا إذا أنت أساساً مسوي زراعة ويأتي بتسوي جلسات ميزو وبلازما عشان تحافظ على الزراعة اللي أنت مسويها. الحلول الصلع الوراثي كثيرة يعني، ولكن أقواها أنك تستخدم المحاليل التي تحتوي على المينوكسيديل، ما في محاليل أقوى من المينوكسيديل للصلع الوراثي، ويفضل كل ما كان مبكر قبل لا تصير صلعة بالكامل يكون أفضل، المقاومة تكون أفضل عندك، الاستجابة تصير أحسن، الإنبات يصير أسرع، مو تخلي نفسك كلش بالمرة مصلع وبعدين تبتدي العلاج، لأنه فعلا ما راح ينفع للزراعة. وانت بصحة وسلامة وأحلى دكتورة بالعالم. الله شنو الكلام الحلو، والله تحرجوني، أحبكم وايد، شكرا حبيبتي منى. شوفي انا يعني بنصحك طبعا في فتره من الفترات ممكن قد تحتاجين بوتوكس انزين حق بعض المناطق بالوجه وخاصه منطقه محيط حول العين انزين والاجناب، ولكن اذا انت قاعد تقولين بسيطه وللحين انا انصحك طبعا في براندات انا استخدمها فاقدر انصحك فيها اكثر، يعني عرفتي اي ان سي الالمانيه الامبولات حول العين، وفي من لويس آلستن اللي هي الكبسولات اللي من يومين انا حطيتها، ترى انا بين فتره والثانيه احطهم بسناب للاشياء اللي انا استخدمها، هذيله جدا نفعوني. ترى على فكرة أنا عندي عيادة وعندي بوتوكس وعندي جميع الخدمات، أنا ما أحقن نفسي ولا حقنت بحياتي ولا خليت أحد يحقن لي لحد الآن، ما احتجت لأن في عناية دائمة، وأنا أحب البلازما والبروفاوند فأحافظ، بس أنا نصيحتي لك قلت لك البراندات اللي أنا استخدمها هذيلة، فممكن تدخلين سؤال عن السكارلت. السكارلت هو أحد الأجهزة التي تعتمد على تقنيتين طبيتين RF Radio Frequency ومايكرونيديلينج. المايكرونيديلينج حق شنو يستخدم؟ إبر تخترق الجلد عشان تحفز الكولاجين،
بالتالي تعالج كثير من المشاكل، منها المسامات التصبغات. حلو، فهذا جهاز الاسم التجاري لسكارلت، لكن موجود بتقنيات كثيره، يعني موجود تحت مسميات اجهزه كثيره. ولكن اذا انت قاعد تسالين عن السكارلت بالذات، فنعم يقدر يفيدك اذا سوالك اياه انسان مختص، طبيب مختص، وسوالك اياه بالعمق المناسب وبالدرجه المناسبه، وهو يحدد لك كميه الجلسات. انت قاعد تقولين المسامات مش متوسطه، قد ما تكون متوسطه، قد تكون كثيره، قد تكون يعني لازم اول شيء تشخيص للمسامات وحجمها ومدى عمقها، وكذلك التقنية تكون صح، ولكن الجهاز نعم فعال إذا استخدم بطريقة صحيحة. يا حبيبتي قريت كلامك، وبقول شغلة، أنا أحب أهل البحرين وأحب البحرين وأحب طريقة كلامهم، تشلع قلبي والله أموت عليها، أحب شلون يتكلمون. إنزين، وبعدين مو بس لعيونك، لعيون الكل إن شاء الله. أنا مطلوب مني هذه الفقرة بس، أنا ترى على فكرة بالستوريز مسوية موضوع كامل عن طرق إزالة الشعر، ففي فقرة صغيرة تشمل الليزر، بس إذا تبون موضوع بالكامل الليزر حاضر من عيوني، وراح أنوه قبلها أني راح أنزل الموضوع وراح أفض لكم إياه بالستوريز عشان تشوفونه وقت ما تبون. حاضر من عيوني. بقول شغلة، والله تدرون أن أنا لما سوي فقرة سؤال وجواب، طبعا أكثر الأسئلة شخصية، وساعات الأسئلة تكون يعني شخصية، والأسئلة دائما تكون عن الميك اب والأرواج، شنو أنا دكتورة، ما يعني مو محتواي مثلا أني مثلا قاعد أتكلم عن هالأمور، ولكن أقدر أن في بنات مثلا تستحلي شغلة وكذي. أنا ما عندي صراحة أرواج من مكان معين، يعني من ماك، أحب ماك، الدرجات كلها، التحديدات كلها. إنزين، النود، الألوان النود مالت عهود العنزي، صراحة أنا أقول لكم وايد حلوة. إنزين، وهذا مو إعلان لها، إنزين، لأن أنا أشتريهم يعني. نور أبو عوض أرواجها خيال، من السعودية الجميلة، نورة عشقها، نورة أبو عوض. وساعات البراندات العادية هذه، فلورمر أو شو اسمها هذه، رقم 6 الوردي، عندهم خيال. طبعا أنا ذيك مرة قلت انقطع 6 شهور من الكويت، لون الحمرة والله. طبعا أنا دائما أحط مجموعات مخصصة للشعر الدهني، فلازم تتابعين سنابي عدل، لأن أحط وايد براندات في أمثلة رائعة، لأن فيها نسبة سلسلك ترى تعالج تخفف من الدهنية، وخاصة عن الروتس. بس بنات، نصيحة نصيحة نصيحة، إذا عندك دهن بفروة راسك وعندك قشرة دهنية، قبل لا تستخدمين أي مستحضرات عناية وتروحين عند صالون تقول لك هذا وحطي هذا وسوي هذا، استخدموا جلوبكس شامبو، يحتوي على نسبة من الكورتيزون الخفيفة اللي تعالج لك الدهنية الزايدة اللي يعني مصحوبة بقشرة تضعف الروتس وتسبب لك تساقط. وفعلا قاعد تقول مشكلة الشعر الدهني يسوي مشكلة ترى، لأن عدم علاجه ممكن يأثر على الفروة ويكون قشرة دهنية ويسبب لك تساقط. فإذا كان عندك حتى قشرة مع الدهنية اللي بالشعر، عليك أنك تستخدمين شامبوات تحتوي على كورتيزون قبل أي شيء. حبيت السؤال، الصدقون يبي له نسوي تيتوريال، انا مسويه معاكم من قبل، الديرمارولر. طبعا الديرمارولر انشهرت من سنابي، تطبيق الديرمارولر المنزلي، لكن راح اجيب، انا عندي اساسا ديرما بن، راح اجيبها على يوم ونسوي مع بعض طريقه تعقيمها واستخدامها، لازم يصير بتطبيق عملي، اوكي؟ وراح اعلمكم شلون طريقه استخدامها. طبعا بستختلف من بشره الى اخرى، شنو المواد اللي تحطينها قبل او بعد او اثناء الجلسه، هذه كلها ممكن نسويها بموضوع بعد. تمام، وايد حلو، وايد عجبتني، يعني عجبني السؤال وعطاني شوي افكار، صار لمخي من زمان شوي كذي متشوش يبي لي افكار، وقاعد اخذ ترى افكار من اسئلتكم، قاعد اسوي لي لسته مواضيع لان راح ارد حق الانستغرام ان شاء الله. بكل بساطه وسهوله، انت قاعد تقول العرق سوس، سلسل، كيوريا، كل شيء، اغلب التركيبات امنه للحامل والمرضع ما عدا تركيبتين، اي مشتق من فيتامين اي عن طريق الفم مثل روكتان، او موضعي مثل الريتن اي اللي هم شنو اللي هو الاكريتين، الدفرن، اي شيء فيه خلطه ثلاثيه فيه دفرن، تركيبه اكريتين توخرون عنه، والهايدروكوينون، اسهل من كذي ما في، اي مشتقات من فيتامين اي وكريمات التي تحتوي على الهايدروكوينون، ما عدا ذلك يعتبر امن للحامل والمرضع، هذا بشكل عام. شوف يا حبيبتي، طبعا هذه من البشرات اللي تعتبر جدا صعبه، في احنا شيء نسميه بشره مختلطه، مو شرط تكون بس دهنيه ببعض المناطق، لا، ممكن تكون عاديه وجافه، دهنيه وجافه، دهنيه وعاديه، يعني تصير مختلطه بشكل عام.
انت عندك هذه المشكله، لذلك هذه تحتاج ان صراحه استشاره، ولكن بحاول اساعدك. دام بشرتك فيها جفاف وفيها مسام نفس الوقت، فلا تستخدمين منتجات للبشره الدهنيه، هذه نقطه اولى. النقطه الثانيه، تستخدمين المقشرات الليليه بشكل تدريجي، وتستخدمين مرطبات للبشره العاديه. تمام، انا حاولت اساعدك قدر الامكان، ولكن هالنوعيه من البشره تحتاج فحص، وتحتاج ان نعرف شنو نحط لها روتين من الى. ولكن حاليا وقفي منتجات البشره الدهنيه، واستخدمي غسول ومرطبات البشره العاديه، وابتدي بالمقشرات عشان المسام. سؤال جدا جميل وممكن يستفيدون منه اللي يستخدمون ماده المينوكسيديل. نعم، ماده المينوكسيديل خاصه تسبب ممكن تهيج بالفروه، حكه، ممكن تحسين معها حراره، ممكن تحسين بصداع، ولازم تتجنبين نزولها على الوجه، خاصه البنات، لانه ممكن تطلع لك شعر بالوجه. انزين، وممكن يكون عندك مشكله بالفروه ثانيه، لذلك تحتاجين ان تمرين طبيب يشوف الفروه قد ما يكون من الدواء نفسه. وممكن انت قاعد تستخدمين جرعه اكثر من اللازم، او قاعد تحطين كميه اكثر من اللازم. يعني شفتي عزيزتي سؤالك ممكن ينقسم حق ايش كثر، عشان كذي في اشياء تحتاجها من استشاره، ممكن من الدواء نفسه، ممكن من طريقه استخدامه، ممكن من كميته، وممكن ما له علاقه بالدواء كلها. المشاكل هذه اللي قاعد تصير لك ممكن يكون عندك شيء بالفروه ثاني، قشره، جروح، تقرحات بالفروه، فلازم تعرفين. يا بناتي يا جميلاتي، الاكريتين او الدفرن او مشتقات الفيتامين اي مو هي الاساس انها حافظ على وجهي من التجاعيد، هي جزء من الروتين الليلي. لازم نسوي تقشير للبشره، لازم نسوي تقشير للبشره، لان لازم نزيل خلايا الجلد الميته. في دوره معينه للجلد، لخلايا الجلد، في كيراتين يتكود على الجلد. فالتقشير نعم، الكريمات الريتين اي تقاوم ظهور التجاعيد، ولكنها مو بس هي الحل الوحيد ان احافظ على بشرتي من التجاعيد. لذلك نصيحتي لك عزيزتي، نعم، اذا ما كنتي حامل مرضع تقدرين تبتدين تستخدمين مقشرات منها مشتقات الفيتامين اي. الاكريتين وايد قوي، ممكن تبتدين بالدفرن وممكن بعدين تصعدين بالاكريتين على راحتك، ولكن حرصي على وجود الترطيب الذي يحتوي على الهارونيك اسيد والبيبتايدات الحيويه جزء من روتينك، وكذلك الفيتامين سي اذا ما عندك منه تحسس. فيتامين سي، بيبتايدات حيويه، وكذلك هارونيك اسيد. افضل خلطه للتصبغات من المنزل، ما عندي قدره على عيادات. شوفي، طبعا افضل خلطه طبيه وجدت، انزين، اللي هي ميكس بين فيتامين اي، مشتقه فيتامين اي، نسبه من الكورتيزون ونسبه خفيفه من الهيدروكوينون. فما هي الخلطه؟ هي الخلطه الثلاثيه الطبيه، تلقين موضوعها بكل مكان، تكتبين الدكتوره جن الخلطه الثلاثيه راح تطلع لك بجوجل، بيوتيوب، بال تيك توك، بكل مكان موجودة، أنا متكلم عنها سنين. ولكن عزيزتي ركزي عدل بطريقة تطبيقها، وإذا ما نفعتك ممكن بعدين تستخدمين أشياء غيرها أخف منها، السكين أورين، أحماض الفاكهة، بس أهم شيء الخلطة الثلاثية ما تكونين حامل ومرضع. هذه نصيحتي لك إذا أنت ما تبي تروحين عيادات، وبالليل تستخدمينها، ولازم حماية الصبح، ولازم ترطيب الصبح، وما تطلعين بالشمس والبشرة متهيجة، فيبي لها صبر. كل عام وانت بخير يا احلى دكتوره، يا ريت تكلمين عن عنايه المراهقات عمر 16 و13، خاصه في بدايه حب الشباب. اليوم دلعيني يا احلى دكتوره، يا احلى دكتوره، عشان صج عاد احلى دكتوره ولا بس عشان اجاوبكم؟ شوفي حبيبتي، طبعا انا احب واحترم جدا الامهات اللي تيني جايبه بناتها بهالعمر، لان صج فعلا كل ما اهتمت البنت بعمر صغير والله راح تصير وهي كبيرة أنثى تهتم بنفسها أكثر وأكثر. ثاني شيء، لما تيجي على بعمر زواج ما عندها مشاكل تصبغات بجسمها، لو يبويها حفر، ندبات. فأنا أحب الأم اللي تهتم ببنتها وتعلمها أنها تهتم من عمر صغير، من عمر البلوغ، وحتى من قبل. إنزين، فنصيحتي لك تحتاج روتين جدا بسيط، أهم غسول ومرطب مهم. والغسول إذا كان في حب شباب يحتوي على سلسلك أسد، ولكن إذا ما نفعوا معاها الروتين اللي حق حب الشباب، العناية العادية، يبيها العيادة لأنها تحتاج مضادات حيوية ضروري. شوفوا، خلونا نتفق على شيء، أن حبوب الروكتان حبوب سحرية في تصفية البشرة من الحبوب. ركزوا أنه قلت من الحبوب، لأنه هو علاج وضع لعلاج الحبوب. إنزين، وخاصة الناس اللي عندها حبوب كثير بالجسم، بالوي، يعني حب شباب فظيع. فالروكتان من العلاجات الفعالة، بس ها، تحت إشراف طبيب، هو اللي يعطيك الجرعة، هو اللي يعطيك الفحوصات، وكل شهر لازم تسوي فحوصات،
ويعطيك الجرعة اللي تناسب وزنك عمرك، وكل هذا يصير تحت إشراف طبيب. وأنا أحب الأمهات اللي تحرص وتسمع كلام الدكتور، إذا كان يحتاج روكتان راح يقول لها، إذا ما تحتاج البنت روكتان ما تأخذه، بس إني أخذه بشكل عشوائي عشان نظارة البشرة وعشان أوحد لون البشرة لا، روحي طبيب وهو اللي يحدد. هذه نصيحتي لك، الروكتان ما هو دواء سهل، هذا دواء، هذا مو مستحضر تجميلي، هذا دواء يحتاج علاج، يحتاج قصدي وصفة، يحتاج متابعة، يحتاج فحوصات معينة، يحتاج جرعة معينة، ويحتاج يختلف من شخص لآخر. خلونا نتفق على شيء، أن مو البشرة اللي خدودها وردية هي البشرة الصحية، البشرة الصحية هي البشرة المشرقة الخالية من التصبغات اللي لونها تقريبا متوحد. أن أورد خدودي في منهم طبيعتهم أن عندهم الخد وردي، تضحك مثلا يصير الخد وردي، تطلع بالشمس بسرعة يقلب الخد وردي، أو ممكن تكون عندها مشكلة وردية، وإن شاء الله ما يكون عندك مشكلة وردية لأن هي مشكلة جلدية فتحسس، هي ما هي مشكلة كبيرة، بس في منهم تصير عندهم وايد حبوب وتصير مشاكل معها. فإذا أنت تبين خدودك وردية عندك إحدى الحلين، أما تحطين بلاش، لا الصراحة قاعد أقول لك، أو أن تستخدمين منتجات تحتوي على الكافيين. في أمبولات خاصة أنا متكلم عنها من قبل حق البنات اللي يحبون شوي يوردون الخدود، تحتوي على كافيين، نعم تعطي شوية كذي احمرار بسيط، ولكن ما هو شيء أساس أن البشرة تكون خدود شوردي عشان تكون صحية. وشيكي على نسبة الحديد دائما. أولا الله يشافيك يا حبيبتي، وإن شاء الله شيء بسيط متحكم فيه مع العلاجات، والحمد لله أن هذا شيء له علاج، ولكن مهم اللي هو اللايف ستايل أو طريقة الحياة. هذه نصيحتي لك لأول شيء. ثاني شيء، بما أن أنت عندك سكري فمعناته أنت عندك مقاومة الإنسولين. مقاومة الإنسولين أحد المسببات الأساسية لتصبغات البشرة. ونصيحتي الأهم لك، شوف أنا عندي عيادة، ولكن والله العظيم لما تيني وحدة عندها مقاومة الإنسولين أو عندها عادة يكونون زيادة بالوزن، أول شيء أقول لها أعطيها أشياء تفتح ومرطبات تفتح وكذي، بس مو هذا الأساس. الأساس أنك نزلين وزنك. متى ما نزلتي وزنك حتى تقشير قد ما تحتاجين بالعيادة. فنصيحتي لك، إذا عندك زيادة وزن، وهذا غالبا أن أنت عندك زيادة وزن، نزلي وزنك عشان أنت عندك أساسا مشكلة سكر وعندك مقاومة الأنسولين فراح تزيد التصبغات، نزلي وزنك. عن الكولاجين طبعا هذا يبقى موضوع بروحه، ولكن نصيحتي لك كثر ما كان فوق 5000 يفضل 10000 الجرعة يكون أفضل، لأن أغلبه يا ما تمتص المعدة بالكامل، يا يتكسر، يا يروح أجزاء بالجسم غير البشرة، يعني ما راح يروح دايركت أنت ماخذته نزل بالمعدة، راح يروح حق الوي بس الوي، لا راح يروح حق بشرة الجسم كله. فكل ما كانت الجرعة أعلى أفضل، وأفضل أنه يكون سائل مبودر، هذا تفضيلا أوكي، مو إجبارا، ولكن هذا رأيي الشخصي تمام. بالنسبة حق إبر النظارة بروفايل وبروفاوند، أنا شخصيا جربت أغلب الأشياء، وأنا ناسب بشرتي يمكن قد ما يناسبك البروفاوند، هذه الأشياء اللي أنا أحبها أم مفرتها عندي بالعيادة. البروفاوند من الأشياء الجميلة، ولكن في كثير طبعا أشياء الحين بدأت تطلع جديدة، وفي أشياء جديدة راح ندششها بالعيادة الحين جاية، أشياء خيال بنات للبشرة. لما سويت أنا موضوع عن تساقط الشعر قلت لكم إيد واحدة ما تصفق، كل الأشياء تساعد في تساقط الشعر، أني أنا أتأكد من فحوصاتي، أني أنا أغير روتين الشعر، أني أستخدم أشياء موضعية للشعر، والحقن قلت لكم البلازما هي الفعالة. وفي طبعا الحين كثير من الخلايا المجهرية اللي هي جلسة تسوى بالسنة، طبعا في كثير من الخيارات الحلوة، لكن كلام البنت إن خفت تساقط على جلسات البلازما، طبعا البلازما جدا جميلة. هل تنصحين بإنبات؟ قصد هالميزو الإنبات دائما تكون عبارة عن مالتي فيتامينز تنحقن موضعين، وتختلف من عيادة وعيادة جودة الفيتامينات والميكس اللي يسوونه، وهل يحطوا لك بايوتين فيه، هل يحطوا لك بانثينول، لأنه مهم ترى بهالخلطة، هذا إحنا نحطه عندنا بالعيادة للأمانة. إنزين، ولكن نعم أنا أفضل أن تكون البلازما تكون يعني مثل جلسة بلازما وجلسة إنبات، أنا أفضل، وهذا الكورس إحنا نسويه عندنا بالعيادة تكون فعالة أكثر. عزيزتي هدى ألف سلام على أخوك، وأجر وعافية إن شاء الله. يحتاج فحص طبعا بما أن عنده مشكلة تساقط ومع مشكلة حبوب وتكون حمرة عنده بفروة مؤلمة، لأن قد تحتاج علاجات،
قد تكون حبوب دهنية، ممكن تحتاج علاجات الروكتان. قاعد أتكلم بشكل عام، لكن لازم فحص قبل لا نحدد نوعية العلاج. وممكن بعدين لما نعالج الأمور هذه، ممكن إذا عند عمر معين نبتدي للمينوكسيديل للتساقط، وخاصة إذا كان في عندكم بالعائلة صلع وراثي أو تساقط وراثي. تمام، ولكن أجر وعافية، ولكن يحتاج فحص. يا عمري أنت وأحبكم وايد، سامحوني على القصور. زين، يعني قعدت معاكم تقريبا قريب ساعتين، حاولنا نجاوب قدر المستطاع على كمية الأسئلة يعني التي لا تعد ولا تحصى. طبعا هذا يمكن جرب 2300 على صورة من الصور، في كل بوست أنا منزلته أو كل سناب منزلته في عليها أسئلة. أوكي، وفي أشياء طبعا طالعتها كانت متكررة، في أسئلة شخصية أنا ما راح أجاوب عليها، وإذا يعني أنا فاتحة المجال إنه كان أسئلة بشكل عام وكانت بحدود الاحترام ممكن أنا أجاوب عادي، ولكن أنا أسئلة فقرة طبية كانت. أوكي،